في ليلة النور هاي اشتي لنور الدمر، حي الله اللي حضر وعدادي وبلا المزور. وفتمونا وزدتونا ابتهاج وفخر، الله يكتب لنا التوفيق فيما تبوح. عود الازرق نبانا قف بباب القصر، قدام لا تصلون وبعد ما تصلون. كيف بيضو صفر بيدين ربع اللي شوف ضيوفهم يفرحوا. حلة أهل الكرم يوم الزمان الغبر، فطرة كرمهم ولو ما فيه ما ياكلوا. في ليلة النور هاي اشتي لنور الدمر، حي الله اللي حضر وعداد وبلا وزدتونا ابتهاج وفخر، الله يكتب لنا التوفيق فيما تبوح. عود الازرق نبانا قف بباب القصر، قدام لا تصلون. الشيخ مسعد بن سمار الكرشمي، وباسمه نرحب بضيوف كرام بررة. فصل مقالها عظيم فعالها. الشيخ محمد بن عبد الله الفغم، أمير الفوج الثاني عشر بالحرس الوطني. الأمير محمد الفقم، حياكم الله يا الربع جميع، حياها الله وبرك السعاد، وأكرمنا هذه الليلة بهذه الزيارة، والكرم ليس غريب منه. أبو مشاري ما يفيد العذر فيه، مشرع بيبان بيته باختصار، منصه الأطاله وبيضانه الوجيه. يا مرحبا في حضرة الأسماء الكبار اللي محيط النعم كله تحتويه. يقوم ابن سمار ويجملنا، ما زال والمجد الأبي ما زالي شيخ يرحب من عصر ويهلي، والضيف غالي والمرحب غالي. يا مرحبا ترحيبة سلم وعراف، بلي قدومه خير مستبشرينه، شيخ ينول العز من كل الأطراف، الصدر قبل الباب له فاتحينه، في مجلس للضيف ضافي ومضياف. ويعود مسرور الفغم شيخ يقلب المر، حال يعتقر قاب وفك مسجون، معسور من حرماله ما حسب للريال والجاه، وجهه عند الأبداد كاسب الأمجاد وفعوله تنومس. الله اللي فارقه عن كل جيله، جامع ثنتين دين وزود دنيا، وحم الربع فوق متنه يرتكيله. تصلون وبعد ما تصلون، لا بغداد الاهل الكيف بيضو صفر بيدين ربع.